بدها تكمل، يمكن الطريقة رح تختلف، بس بدها تدلها هي الطريق الخط السيادي الوطني اللي بدو يلتفوا عليه كل اللبنانيين بكل أطيافهم بانتمائاتهم للأحزاب والزعماء، بدو يتغير وبدو يصير في عنا انطلاقة جديدة، يمكن ما ب 17 تشرين، يمكن بدو يكون بيوم جديد يجمع كل اللبنانيين. شو عم بيصير بالطعون فرد؟ عرفت أخبار جديدة؟ أنا اللي سمعته مثل ما سمعتوا امبارح على التلفزيون، ناطرين يوم الخميس إذا ببلشوا يطلعوا النتائج ونحن مستعدين. والخميس في جلسة، شو حدا عمله؟ كمان سليم الدي ولا حدا جديد؟ لا أكيد هلأ نحن في تموضع جديد للمجموعات اللي بتشبه بعضها، وإن شاء الله نكون 13 بلس. بدنا سربرايز، بدنا نحن نشطر عليهم شي دورة. إن شاء الله، إن شاء الله، بالعكس التموضع عم يكون أحسن بكثير. إن شاء الله يا رب، كل التوفيق. ميرسي. دورة جي في، نحن لايف. دورة أجهد، يعطيك العافية. كيفك؟ شلونك؟ اشتقنا والله. تمام. شو الذكرى هيدي اليوم؟ شو بتحب تقلنا؟ هي يعني يوم 17 تشرين في شيء عاطفي أقوى من كل شيء، حتى لو يعني إذا بدك ما عندنا شيء نقوله أو ما عندنا مارك نخوضها سياسية مباشرة هلا، وهذا شيء ما منيح، بس على الأكيد بهودي ثلاث سنين من لحظة 17 تشرين 2019 كان في طلعات ونزلات كتير، حققنا نجاحات، سقطنا حكومات، عرينا هون رفعوا صورته لأمريكا.